تفضل يا عقل. شكرا جميل بك، جيت بوقتك. شو بتحب تشرب؟ عفوا ما في داعي تعذبوا حالكم، انا بصراحه كنت جاي لعند جنابك جميل بك مشان افهم شو وضعي، اذا بدك يعني اترك الشركه فاي. عيب، شو هالحكي الفاضي يا شوكت؟ بالعكس انا بدي اياك تساعدني تنرجع. بصراحه يا جميل بك، ابن عمي جودت للاسف راكب راسه كثير. بدك تساعدني شوكت تتلين له راسه. أنا جاهز بأمرك، بس عدم المؤاخذة منك، شو هي المشكلة؟ ما حكي لك؟ للأسف ما قال لي شيء، بس قال لي إنه ترك الشركة. اسمع شوكت، أنا مرتاح لك كثير، مشان هيك بدي أحكي كلمتين معك، أرجو إنك ما تفهمهم غلط. ولو جميل بيك، تفضل. أنا رجال مريض، تعبان، زواج بنتي الأولاني هد حيلي كلفني بلاوي تقدرت اخلص منه، ما بدي ارجع اوقع بنفس المشكله. عفوا عدم المؤاخذه منك جميل بيك، انت هيك عم تظلمه لجودت مو لانه ابن عمي. بعرف بعرف، بس الشيطان شاطر يا صاحبي، ممكن باي لحظه يدخل بيناتنا ويخرب كل شيء، بس مشان هيك بدي اخلي كل شيء بايدي. باكد لك باكد لك جميل بيك، ابن عمي جودت مانو من هالنوع ابدا. فهمان عليك شوكت، ما بس انا مريض، بنتي فاتن كمان مريضه، شفت شو صار معك؟ هي شربت شوي، بس بتصور يعني بس تهدى احوالها وتطمن ويرتاح بالها بتبطل تهدى. بنتي بنتي بين لحظه ولحظه ممكن جودت ما يعود بدها اياه. معقول جميل بيك؟ معقول، بنتي يا شوكت بنتي، وبعرفها منيح. بس هذا بالمؤاخذة، عندهم بنت وأنا يعني شايف إنه أحواله ماشي حالها. شوكت أنا ما رح أظلمه لجودت، حاسب حسابي لا سمح الله إذا صار لي شيء كون على ثقة، رح أكتب له حصته بالشركة كاملا. طيب يا بيك، طالما ناوي تعطيه حصته، طب ليش لا تستنى حتى تصير مشاكل لا سمح الله؟ ليش ما بتعطي حصته من هلا وبترتاح؟ ما بقدر. ممكن اعرف شو السبب؟ لا، المهم هلا لازم يرجع الشركه. بترجيك شوكت روح شوفه وتفهم لي معه. ولو انه راح تكون المهمه صعبه كثير، بس ما فيني اقول لك لا. حاضر جميل بيك، راح احاول اقنعه بشتى الوسائل. عن اذنك. خير جميل بيك، فيك شيء؟ ما في شيء، تعبان شوي يمكن لاني تاخرت لياخذ الحبه. هلا بس ياخذ الحبه ارتاح شوي. ان شاء الله ما على قلبك الا الخير، على العافيه. ليش سهراني لحالك؟ ناطرة جودت. وينو جودت؟ اجا ابن عمه لعنده وطلعوا سوا. مايا وين؟ مايا نامت من زمان، شو بعدها سهرانة لهلا؟ ما بدك تتعشي؟ لا لا، ناطرة جودت ليجي. على راحتك، تصبحي على خير. انت ما بدك تتعشى؟ ما بحب اكل لحالي. بابا ليش ما بتحلوا موضوع هالشركة وبتعطي جودة حصته ومنخلص من هالقصة كلها؟ إذا أخذ حصته ما راح يبقى معنا. إيه؟ ليش بقى؟ ما راح يقدر يتحملك. ليش أنا شو بني؟ شو بكي؟ لك ما خلينا طريقة لنخلصك من هالسم الهيري وما قدرنا. إيه بس هيدا ما دخلوا بكل اللي عم. ما دخلوا. يا بنتي ما في رجل بالعالم بيقبل مرته على طول هيك عم تشرب بعدين.
هو باقي معنا هلا لانه ما بيملك شيء. يعني جودت هلا بقيان معي على طمع؟ هيك شيء. تصبحي على خير. اخي ما راح تحصل على شيء لحتى تترك بنته. شو الحكي الفاضي يا؟ صار لك ساعة لحتى تقول لي هالشيء؟ لا بس حبيت اشرح لك الامور كلها بشكل عام. هذا تخيلك ولا هو قال لك هالشيء؟ هذا كلامه الي بالحرف الواحد، وقال لي كمان راح يعطيك حقك بالكامل بالشركة. ليش ما يعطيني هلا وبلا ما يصير شيء؟ بصراحة أنا سألته بس ما رضي يجاوب. أنا بقول لك ليش؟ خايف إذا صار نص الشركة باسمي اتركه واترك بنته. وانت ناوي تعمل هيك شيء؟ أنا وفاتن منزوع عن الأمور بيناتنا. شو يعني؟ يعني عايشين مع بعض شكلي. معناها مو فارقة معك والأمور ماشية بيناتكم للطلاق. شوف بالبول، أنت حبيبي بس تطلق أنا بقول لك شو تساوي. شو؟ اقعد اشرب معي. انت لايمتى بدك تضلي على الحاله هي؟ لايمتى ما بدي، انت ما دخلك. انا ما بقبل مرتي تكون هيك. ايه بلا ما تقبل جودة بيك. بس ما تنسى انك تزوجتني وانا هيك. هلا صرت عم تعترض؟ عم بعترض لانه ما فيني اتحمل. كمان بلا ما تتحمل. لك انت فيكي تهزبي كلامك معي ولا ما فيكي؟ انا طول عمري بحكي هيك، مش رح تجي حضرتك تعلمني الحكي هلا. لك عيب وليه؟ عيب؟ ما رح تجي انت تعلمني العيب هلا، فهمين؟ اياك ترفعي صوتك بوشيها. روح من وجهي هلا، روح مش طايقتك. ايه؟ انا جوزك ها؟ جوزي؟ ايه مرحبا جوزي. اسمعي، من هلا ورايح هذا المشروب ممنوع بالبيت، فهماني؟ لا ماني فهماني، وانت ما دخلك فيي، فهمها بقى. انا اللي دخلني، انا كنت موظف عند ابوكي وبطلت، انا هون زوجك، انت مرتي بتسمعي كلمتي، هذا المشروب ممنوع. ولك انا ما حدا بمشي كلمتي علي، ولك انت ما حدا خير، بكرهك. جودة نعم جميل بيك. ايه كان نايم عندي. لا ما اجا. حاضر على عيني. الله يعطيك العافية. مرحبا، ممكن احكي مع جودة المحمود؟ اخي ضروري تسلم لي عينك. لا عندكم هو. ايه بعد اذنك لو سمحت. عم قول اذا بتريد. شكرا. ايه خلص ما في مشكلة أخي، رح صالح. هون بالكافتيريا. طيب عم استنى. شلون؟ خلص خبرني بعد ما تشوفه. بدك تحكي من عنده؟ طيب الله معك، مع السلامة. وحياتك فنجان قهوة بس. إيه مزبوط. حاضر يا بيه.
اساسا ما كنت حابب انه الامور توصل لهون. جميل بك، اذا حضرتك شايف اني انا قادر اعمل اي شيء فانا جاهز. بدي اياه يرجع على الشركه وبعدين على البيت. على البيت صعب شوي يا بيك، لانه امبارح بالليل كان مقهور كثير، وطول الليل هو عم بيقول هذا يلي كنت خايف منه. منضلنا نلاقي طريقه يرجع على الشركه بكرامته وبعدين على البيت. انا اسف جميل بيك، بصراحه عندي احساس انه ما رح يرجع لحتى يحس انه في شيء صار له. طيب حاكتب نص الشركه باسم فاتن. هيك المشكله ما انحلت يا جميل بيك، لانه الست فاتن الله يسلمها هي المشكله عندها، لانه مو قابضه جوزها. يا شوكت يا شوكت، انا تعبان تعبان، بدي امن على بنتي وعلى حفيدتي. جنابك تفضلت وقلت حفيدتك. حفيدتك يعني بنت جودت، هاي الشغلة الوحيدة ما يا الله يسلمها يلي راح تستمر بيناتكم طول العمر. شو قصدك؟ قصدي تنكتب الحصة باسم ما يا الله يسلمها، هيك جودة يمكن يوافق لأنه بنته يعني هو. وبرأيك هيدا هو الحل؟ بتصور هيك. وعلى كل حال أنا راح شوفه وأقنعه يرجع على البيت. طيب ليش ما بيجي لهون؟ بعد إذنك يا بيك، المشكلة بالأساس عائلية، خلينا نحلها بالبيت أحسن. بتصور معك حق، معقول. عن إذنكم سيدنا. الله معك. اطلبي لي الأستاذ بسيوني خليه يجي لعندي هلا. لا لا لا، عايزه ضروري، ولو ناطروا لساعة اللي بيخلص. خليه يجي. مرحبا بقول. شو صار معك؟ اطلب لها نسكافيه. لك قل لي شو صار معك؟ لك كل شيء تمام. هلا لا توجع لي راسي، احكي. يا سيدي هذا عمك جميل سكره. على شو اتفقتوا؟ إلي الحلوان ها؟ مشي. يا سيدي انحليت. راح يكتب لك نص الشركة. هيك؟ يعني مو هيك بالضبط، يعني قريب منه. كيف يعني؟ راح يكتب ولا ما راح يكتب؟ لك ايه راح يكتب. راح يكتب نص الشركة، بس مو لك، لبنتك. هذا مو حل، ما استفدنا شيء. لك شلون مو حل؟ الرجال يا صابح يا ماسي، وبالنتيجة كله راح يكون لك. بلا حكي فاضي شوكات. لا يا سيدي مو حكي فاضي، هلا بالنتيجة بنتك هي اللي رح تراد، وانت رح تكون وصي على بنتك. صفي عليك شغلة واحدة بس، انك تكون وصي على فاتن. لك شبك لا تطلع فيني هيك، مرتك فاتن مدمنة وانت الوصي عليها، شبك؟ لأن ما أنا مسؤول عن تصرفاتها. معلش بس صاحب الجنينة. كنا عم نقول مرحبا. طيب فاتن، مو لازم نحكي على رواق. ما شايف حياتنا كثير عم تخرب من وراء المشروب. مشروب الزفت. وانت شو دخلك؟ لا يا فاتن، انا شو دخلني؟ طب مو ملاحظه انه في بيناتنا بنت ولازم نربيها كويس؟ خدها وحل عني. لا يا فاتن، هيك ما رح يمشي الحال بنوب. طلقني وخلاص. أنا طلقك؟ لا ما حزرت يا فاتن، مو أنا اللي بنعمل معه هيك. عم قلك مش طايقتك، ما بدي إياك، بقرف منك. فاتن لا طلعيني عن طوري.
شو يعني؟ يعني بتخرسي. شو هيدا يا بابا؟ شو اللي صاير؟ طردته من البيت، ما عاد بدي اياه. كيف؟ طلعته من البيت. لا يا بابا، صار لك شيء؟ هيدا زوجك وبي بنتك. يكون مين ما يكون، انا ما حدا بيضربني. كمان انت اسمحي لي يا بابا، الحق عليك، انت ما عم تعملي واجباتك. لا، هو مش منيح. وطي صوتك مشان بنتك. أنا قلت له ياخذ بنته وينقلع، ليش تركها هون؟ لك فهميني شو صاير لك؟ ولا شيء، هو حقير، بكرهه بكرهه بكرهه. إيه نبيل؟ شلون؟ لك ممتاز. هلا الست فاتن رح يعرضوها على دكتور مشان يعالجها من المخدرات، ونحن رح نجيب ورا انها مدمنه. ايه اهم شغله وخلصنا منها. شلون؟ لك يا اخي من شو خايف على بنتك؟ اساسا اذا بينخاف على المحروسه مايا بينخاف من امها، امها كحوليه يا اخي مدمنه. واقفة عندك لوين رايحة؟ بدي اشوف محامي يطلعني منه، اتركني بابا. يا بابا اهدي، بعد ما وصلنا لهون. بابا بعد ما انتهي عم تروح بوشي. شو اسمه بالضبط انت تستحي قلة ادب هي روحي شوي. انزل السيدة فاتن جميل احمد؟ ايه هون. انت فاتن جميل احمد؟ ايه انا فاتن، خير شو في؟ معي امر من النيابة بالقبض عليكي. انت متهمة بالاعتداء والضرب على جودة المحمود والشروع في قتله. شبك ليش مهمل الموضوع؟ لازم تتحرك، لازم نجيب وثيقة تثبت على أنها مدمنة، هذا ضروري كتير. هلأ مو ضروري؟ لا بالعكس، هلأ ضروري، لأنه مرتك متى ما صحيت من حالتها رح تزتك أنت برات الشركة والبيت، افهمها بقى، لذلك لازم نجيب الورقة. يا رجل المرأة هلأ بالمستشفى ومنهارة. لك هذا اللي بدنا إياه. على كل حال أنت طمن بالك، أنا رح أتصرف. بدك شيء؟ خاطرك طبعا تقدري، بس مع شوية مساعدة طبية. دكتور لو سمحت، المشروب دمر حياتي، أنا لازم أخلص منه. أول حاجة الإرادة، ولازم تبقى أنت عايزة كده وعايزاه قوي قوي. لا إمتى أنا رح أبقى هون؟ طبية تقدري تطلع الصبح، بس البوليس متحفظ عليك دلوقتي. هدول محاضرات الشهر الماضي. شكرا كتير. كيف شايفة حالك؟ عم تقدري تفهمي وتتابعي؟ ماشي الحال. فؤاد، انت ليش مهتم فيه هيك؟ صار لي سنتين عم بستنى تسأليني هذا السؤال. في جوابين، انو جواب بتحبيه؟ الحقيقي في سببين لاهتمامي فيكي. الاول اني بعرف انك بريئة ومظلومة. والثاني؟ عندي احساس انه انا قصرت وقت محاكمتك، كنت لازم اوكلك محامي من الاول. حنان ما بعرف كيف غاب عن ذهني هذا الشيء،
التابع للسبب الأول ما هيك؟ الشهر الجاي بجيب لك المحاضرات كمان. فؤاد في شي ما بدك تقول لي إياه، ليش؟ لأنه إذا حكيته ما رح يأثر شي هلا، فخليه لبعدين. جبت لك دخان، قال هن رح يوصلوا لك. شو نبي؟ ليش ما رحت على الشركة؟ ما بدي. وما بدك يعني أقدم الورق؟ شو اللي بدك يا؟ بدي أهدى شوي. بالبول مرتك طلعت من المستشفى وأكيد رح تتصرف. سيدي تتصرف. نبيل رح تطلع بلوشي بعد كل شي عملته. ها لك شوكت، ليش ما بدك تفهم علي؟ هاي مرتي وبنتي، وهذاك الله يرحمه أبوها. لك هلا الرجال مات قضاء وقدر، يعني تقريبا هيك شيء. ومرتك وبنتك شو بده يصير عليهم؟ بالعكس وقت اللي بيكون كل شيء باسمك هيك احسن له. ليك شوكات، انا بدي انضف. تعرف شو معناتها؟ بدي احط راسي على المخدة وانسى ونام مرتاح. انا ما عم اقول غير هيك، بس هذا حقك. دائما كنت شايف اني عم باخذ حقي واكثر، بس هالمره من مين بدي اخده؟ من بنتي ولا من مرتي؟ لك يا أخي ما بدك تحافظ عليه؟ خلاص شوكة، انسى انسى، أنا ما عاد بدي شيء. نبيل هذا اسمه كلام فاضي، تحمل حالك بتروح على شغلك. أساساً أنا ما بسمح لها. شو تفرط بحقك هيك على الفاضي؟ كل شيء تعبته وكل شيء اشتغلت فيه روح هيك بلوشي. لا حبيبي، بتروح على شغلك وهذا حقك، والورقة رح تتم معي. إذا مرتك لعبت بيدي لهيك ولا هيك وقتها بنبرز ورقتنا. هلا معقولة بعد كل شيء صار أرجع ولا كأنه في شيء؟ أنت الحق عليك، أنت اللي قصدت حقك عنا. شوكات، انت بتقدر تعيش مع واحدة مبدأياك؟ لك اخي ما عم قلك تعيش معها، بس لا تترك حقك وتمشي. شبنا بالبول ومع الشركة خلصني. يلا تحرك. ايه يا ابونا، بحبها يا مسكين. ما بعرف كيف، بس هذا اللي صار. حبها ملك علي فؤادي وروحي وحياتي. طيب إلا شو الفايدة من الحكي؟ إلا بتساعدها بوحدتها. خايف عذبها أكثر، بجوز تكون ما بتحبني. معقول بعد كل شيء عملته معها ما تحبك؟ أنا ما عملت شيء لأني بحبها، أنا كل شيء عملته لأني مؤمن ببراءتها. وقصرت معها وقلت لها هذا الشيء. هذا لحاله لازم يحببها فيك. وهذا اللي ما بدي يا أبونا. الحب بيجي هيك بدون أي سبب، هذا اللي بدي اياه. صحيح. وهي اذا ما حست بهذا الشيء هيك بركي كانت حاسه وما بتقلك الا مشان تشجعها. حتى ولو كان هيك كنت رح حس، صدقني كنت رح حس وكنت قلت لها. اهلين، شو مين هاي يا ماما؟ ريما. يا اهلا وسهلا بريما. بدها تتغدى عنا. قالت لاهلها؟ ايه. طيب يا أهلا وسهلا بريما. يلا ريما. نبيل الفاتن بطيار بالبيت. بالبيت؟ هي بالبيت، الحابة تتفاهم معك على رواق. على شو؟ قال ده تعطيك من الجمل إدنا وتحلالك. وشو عربك أنت؟ أنا عاد حكيت أنا وياها وفهمت منها هالشي. ليه عم تبتسم؟ لأنه هي آخرتها يا شوكات، كل شيء عملناه لازم ينتهي هيك. ما انتهى شيء، أنت روح وعود، ما تعمل لي مشاكل، أنا واصل على البيت، جيب شوية وراق ولحق على البيت. وراق شو؟ لا تخاف، كل الأمور تمام، بس احمل حالك وروح لعندها، شوف شو راح تحاكيك وشو راح تعطيك. لك قوم خلصني شبك صافي؟ راح نوم. بالبول شو ما حكي شو ما تصرفت لا تصطدم معها، لا حتى اجي لعندك. ايه هاي اللعبه مو للعب. طيب ليش هيك؟ جابر ريما. يلا ماما حبيبي جيبي شنطتك.
مين هالصبي؟ سرعتني في ريما. هذا ولد يتيم عم نربيه. عم قول لحالي ما بشوفه بالكنيسة يوم الأحد. ايه هو ما بيصلي معنا. يلا ماما يلا. جابر حذر شو عنا على العشاء اليوم؟ شاورما. برافو. وهلأ عمو فؤاد رح يجيبها. أهلا جولة. الأمر لك. جودت أنا ما رح أظلمك معي، نحن اثنين ما خرجنا نعيش مع بعض. بالنسبة للشركة أنا حكيت مع المحامي ورح يعطيك حصتك، كل واحد منا بطريقه. أنا بعد كل اللي صار ما بدي شيء، ما بدي من الدنيا غير بنتي مايا. تبقى بنتك وبتشوفها ساعة اللي بدك. إيه بس هيدا أكيد المحامي. مرحبا. أهلين شوكت. فاتن قلت لك أنا ما بدي غير بنتي وإياكي تبعديها عني. امشي شوكت، أنا ما بدي شي بهالبيت. لا أنت كل شي لك بهالبيت يا نبيل. يا جودت كل شي لك. مسيك شو هالورقة؟ هاي ورقة بتثبت أنك ما فيك تتصرفي بأي شيء من أملاكك لأنك مدمنة على الكحول. شو؟ حتى هاي ما بدي اياها. بس شو عملت يا مجنون؟ فاتن من مصلحتك انه بنتك تعيش معي لأنه انت بتعرفي وضعك منيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس فيوني عبد المعطي محامي المرحوم جميل أحمد. فاتن بنت المرحوم وأنا زوجة. من ما يا جودة المحمود فين؟ بنتي خير. لأن المرحوم كتب لها كل أملاكه. مايا ما كنتي عند هدى؟ أصل يا بابا قلت لك قبل المرة كل شيء للكذب. لا أنا ما كذبتش، هي فعلا عملت عيد ميلادها برا البيت. يعني ليش ما خبرتيني؟ اصل هي ومسكرة الموبايل حتى ما اعرف وين انت. لا أنا ما قفلتش موبايلي، هي بس عملت عيد ميلادها في مكان تحت الأرض وما فيش إرسال تحت. يعني مايا إياك تفكري بيوم من الأيام أنه ممكن تكذبي علي أو تخدعيني. واكذب ليه؟ أنا ما عملتش حاجة. شربانة يا مايا؟ شربانة؟ أنا ما بشربش. ليك أمك ملحوشة بالمستشفى من ورا المشروب. قلت لك ما بشربش وما بحبش طعمه. اسمعي من هالبيت من هلا ورايح ما في طلعة، وعلى الجامعة في مين ياخدك ويجيبك. آه زي أنت اللي بتبعته بيراقبني مش كده؟ لو أنت ماشية كويس ما حدا بيروح وراكي.
برية المتهم من التهم المسندة إليه وأطلاق سراحه ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى. رفعت جلسة. شكرا لك يا أستاذ. ولو على طول عمرك تعيش في عدالة. الله يخلينا إياك. كثر من أمثالك يا أستاذ. الله يخليك. استاذ جابر يا هلا. مرحبا. يا هلا. كيفك يا استاذ جابر؟ ماشي حالك؟ الحمد لله. بدك لك اسئله، كيف صار استاذ عبد الغني؟ ان شاء الله منيح. استاذ عبد الغني ممتاز، يعني ان شاء الله خير. ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله خير. هلا بس بلزم باذنك. جابر. ريما؟ ما بتخافي يشوفك حدا من اهلي؟ هدول رسايلك ما قدرت احرقهم مثل ما قلت لي. ريما كمان مرة بقول لك انا مستعد ساوي اي شيء لحتى ما اخسرك. معليش جابر، يبدو هذا قدرنا. معقولة مالك مبسوطة بالخبر؟ لك رح تطلعي، رح تقدري تشوفي ابني. شو ما طلعت من البيت اليوم؟ لا. وعلى الجامعة؟ مش مهم. لا مهم؟ لا مش مهم. أنا مش هروح الجامعة. عشان أنا لسه صغيرة وما بفهمش غير بالضرب. يا بابا أنا لولا خوفي عليك كنت بحكي. جاوبين. أنا مين إلي غيرك؟ بس أنا ممكن أفهم بالكلام يعني. مايا ما بصير تكذبي علي. أنا ما كذبتش، هي فعلا اللي غيرت مكان عيد ميلادها، وبعدين كمان أنا ما بشربش. طيب انسي، بس هلا وعديني إنك ما تخبي علي أي شيء. حاضر. حاضر؟ إيه حاضر. مقتنعة ولا لأ؟ مقتنعة، بس ما تحبسنيش في البيت. بابا، معقول أنا أحبسك؟ أنا كل حياتي بشوفها من خلالك. وأنت كمان أحلى حاجة في دنيتي. وعموما خلاص أنا مش زعلانة منك. بالمناسبة الحلوة دي بقى أنا عازمك النهاردة على العشاء، بس على حسابك. لا هي حلوة على حسابي، بس لوين؟ الله، مش أنا صاحبة العزومة يبقى أنا اللي أختار المكان. طب اشرحي لي إياها، ما فهمتها. على حسابي وأنت صاحبة العزيمة؟ هو إحنا مش أهل ولا إيه؟ يعني جبنا واحد، عادي بقى عديها المرة دي. أنا أقوم أشوفهم بيعملوا غداية. مرحبا.
تعشيت؟ اليوم شفت ريما. رجعنا؟ رجعت لي رسائل قال هي ما قدرت تحرقهم. طيب منيح، شو المشكلة؟ هلأ شو بدنا ناكل؟ ما بتفرق. هلأ فهمني، ما خلصنا من هذا الموضوع؟ تعال اقعد. جابر، متفقنا مع بعض انه هذا حب مراهقة، يعني مو واقعي وطبيعي انه ينتهي. صحيح، بس شو يعني ما ازعل؟ اخي زعل قد ما بدك، بس افهم انه الشيء اللي صار عادي، ممكن يصير مع اي بنت. بعدين يا جابر، هذا حب مانو واقعي، طبيعي ينتهي بسرعة. بس بيجرح وبيعلم. ايه بيعلم، بيعلمك وقت اللي تحب تعرف مين تحب. شو هو، كبسة زر ولا هيك يعني؟ بيجي بقرار؟ لا بس بينتهي بقرار، ولازم تكون كتير قوي لحتى تتخذ هيك قرار. هلا مشي الحال وخلصت القصة. خلص الواضح انه ما خلصت. ليكك زعلان وقاعد محروق قلبي عليها. يا سيدي قيمك مني، هي شو ذنب اهلها يجوزوها بهي السرعة؟ يصطفلوا وهي كمان تصطفل. لك جابر، ريما ما بتحبك. لو كانت بتحبك كانت قدرت تتحدى الكل من شانك. عن جد ما بتحبك. المهم خيو، أنا اليوم ما كنت لازم أجي لعندك، لأنه أنا عندي حالة عجيبة من السعادة والفرح، وأنت خلص. أنا ماني زعلان ورح أفرح معك، بس شو القصة؟ ما بتقول لحدا؟ يعني لمين بدي أقول؟ صحيح ما عندك حدا تقله، والأم أنطوانيت بتعرف، هي الوحيدة اللي بتعرف. لك شو القصة؟ شلشتني يا سيدي. أنا بكرة رح أتزوج. شو هالحكي هاد؟ ومين هي سعيدة الحظ؟ اللي حكيت لك عنها، حنان، بكرة جاي من السفر. أها، وبتقلي الحب الأول بينتهي بسرعة؟ جابر، حنان مانا الحب الأول، حنان أحلى وآخر حب في حياتي. لك بعينتك مليان قصص حب، هات لشوف، احكي لنا شوي. الحب ما بينحكى، الحب بينحس. هلا أنت ما لقيت غير تحب وحدة اسمها على اسم أمي؟ مشان تحس إنه أنا مثل أبوك، مثل أبوك عن جد. أنت بتعرفها لأمي؟ لا. مين أخذني على الدير؟ شو قالت لك الأم أنطوانيت؟ ماما أنطوانيت قالت لي إنه أمي جابتني على الدير وبعدين راحت. إيه أنا جيت شفتك بعد ما هي راحت. عم بيقولوا إنه في إلي أخت ضايعة اسمها ليلى. سمعت هيك شي؟ في شي ما عم بيدخل براسي. جابر نسيتني، أنا جوعان كتير، شبك؟ بس فهميني، انت ليش عم تبكي هلا؟ هلا حسيت حالي ميتة. مو معقول، صار لنا 20 سنة ميتين وهلا رح نعيش. ابني بيعرف اني ميتة وبنتي مدري وينها. انا عايشة هي اللي بدي عيشها. لكن شو احكي انا؟ اخر مرة اجى اخي زارني من 10 سنين، جايب لي مفتاح البيت، مأجره كله، مو تارك لي غير اوضه وحده. انا رح اطلع ما رح لاقي حدا عم يستناني. انت على القليله في مين عم يستناك؟ يعني معي حق؟ لا لا ستي، ما معك حق، ما معك حق. على القليله رح اطلع، رح اعيش مثل ما بدي، رح اعيش ببيتي وحتى ولو باوضه وحده، رح امشي بالشوارع، رح اعيش مثل باقي الناس. ستي الحمد لله يلي انت مبسوطه. ايه مبسوطة، وانتي لازم تنبسطي، لازم تنبسطي اكتر مني كمان. شوفي حالك، صار معك شهادة جامعية، مو مثلي مثل ما فتت مثل ما طلعت. ايه ستي فرحانة فرحانة فرحانة.
فرحانة 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 كتير يا ربي فرحانة. عجبك ايه؟ ايه؟ عجبك المحل؟ المطعم هذاك مو احسن؟ يا بابا عايز تاخدني بمطعم كله عواجيز؟ الا فرفاشة ورقص وبنات حلوة اضطر. في عشا هون ولا؟ هطلع اكلك فوق، بيعملوا اكل حلو قوي بس بعد مرة. بدك ترقصي انت؟ ليه هو عيب ولا ايه؟ يا ست منيح طلعوا الناس اللي جينا عندكم. وإلا الأستاذ فؤاد كان طعمان خبصة من خبصاته. أهلا وسهلا فيكم بأي وقت. خبصة؟ بسيطة. هي ابنك عندك استلميه، ما عاد بديها. صحيح جابر، هلا بعمرك وأنت هون مرق عليك يوم وما فطرت فيه. هلا ما صار إلا وفسد لك؟ أبونا الياس الله يرحمه، كان يضل لحقك من مطرح لمطرح لتاكل اللقمة. الله يرحمه. بس ما كان يفسد لك مثل بعض جماعات. كان يحكي لي كل شيء. ما رح تنفد، عرفان كيف؟ مالك نافي. طيب ماما، هذا العم العزيز فؤاد حكى لك انه عاشق قديم وقد استيقظ حبه من غفوة السنين العشرين المنصرمة، وانه على وشك الوقوع في فخ الحياة الزوجية. يا سيدي حكيت له وباركت لي. غيره؟ لا، إذا هيك ما رح يطلع لي معكم بنوب أبداً. ها؟ هالمفتاح إلي 10 سنين كل يوم بتطلع فيه وبتأمله، والمعقولة استخدمه؟ افتح باب بيتي وفوت وأقعد وارتاح. صحي، كيف بدي شوفك؟ أعطيتك عنواني؟ هي رقم موبايلي، اتصلي متى ما بدك. ماشي، شو أنت ما بدك؟ لا اليوم المساء. بكرة الظهر بتيجي بتتغدي معنا إيه؟ إيه. طيب تفضلي، لكن لنوصلك بطريقة. امشي معنا هي. الله أكبر، شو توصلوني ما توصلوني؟ لك أنا إلي 20 سنة عم بستنى هاللحظة لحتى أمشي، مو لحتى حدا يوصلني. روحوا روحوا أنتوا، الله معكم. أشوفك بكرة. ها. إيه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هي وراء المعاملة جاهزين، وموعدنا مع القاضي الشرعي بعد ساعة. تاني شيء عالدير. عالدير؟ شو عرفك؟ شو يا؟ شو اسم هذا المحاسب تبعها؟ شو بو؟ ما صرف لي غير نص الفاتورة؟ شو هالحكي؟ نص الفاتورة كلها؟ أنا بورجي. شو قصدك؟ لك يا رجل كل فواتيرك زعبرة مزعبرة عليها بتمشيها.